علاقات الصداقة والأخوة بين تركيا وباكستان تمتد إلى أعماق التاريخ. لباكستان مكان مميز داخل قلب كل إنسان تركي، ونحن أيضا نعمل بكل جهد لتطوير هذه العلاقات من خلال العمل بكل قوة ودون أي انقطاع. باكستان أظهرت وبكل قوتها أنها دولة صديقة وشقيقة، وتقف دوما مع تركيا ضد أي عداء يحاك ضدها. وفرنا كل الإمكانيات، عززنا العلاقات مع باكستان عبر مؤسساتنا ووزاراتنا ونظيراتها في باكستان، كما حققنا النجاح في مشاريع المروحيات هجوم أتاك، وكذلك النجاح في إنتاج طائرات التدريب النفاثة. اليوم أيضا نحقق هذا النجاح الكبير لباكستان. ماضونا في تعزيز العلاقات مع باكستان في مجال صناعات الدفاع. نريد أيضا أن نعزز العلاقات التجارية بشكل أكبر مع باكستان، وأن ننجح في هذا كما نجحنا في تعزيز العلاقات السياسية وكذلك في مجال الإنتاج الدفاعي.